اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه مدنيه وبس. الكرتونال هي عباره عن الواح زرقاء واللي بتشبه الكرتون والمصنوعه من ماده البولي بروبلين واللي ملمسها بيشبه البلاستيك واللي بتستخدم كطبقة حماية للممبرين وجميع أنواع العزل المائي وعزل الرطوبة وكمان بتحمي القواعد الخرسانية أثناء الرد وكمان ليه ألوان كتيرة أزرق غامق أزرق فاتح اللي هو الزهري والرمادي وده على حسب متطلبات التشغيل. بيتميز بالصلابة وقدرة تثبيته على شرايح الممبرين وسهولة حمله وتداوله لأنه خفيف الوزن والكرتونال مش بيتأثر بالزيوت المعدنية ولا الأحماض ولا المذيبات ولا الأملاح ولا المواد الكيميائية الموجودة في التربة أو المياه. هو برضه غير قابل لامتصاص المياه وكمان مقاوم للتعفن والتآكل. هو مقاوم للنمو البكتيري والكبريتات. كما أن الكرتونال بصفة عامة بيتميز بمقاومة عالية للتمزق فهو بيقاوم ويحمي الأغشية العازلة للمية من الصدمات ومن الأغراض الحادة. هو شبه مرن وله حماية على الوجهين ويمكن استخدامه لحماية الأبواب الخشبية والزجاج وده في مرحلة التشطيبات وبرضه بيستخدم لحماية الأرضيات الرخامية والسيراميك والبورسلين وده لتفادي سقوط البويات عليها أو الخدوش أثناء التشطيب. بيستخدم كفاصل ما بين المنتجات الغذائية والألبان والعبوات وده عند تخزينها. الكرتونال مادة قابلة للاشتعال ومقاس اللوح منه 1 متر في 2 متر وبيكون بسمك 2 و3 و4 و6 و7 مل. كمان آمن على الصحة والسلامة العامة وملوش أي مخاطر صحية للإنسان وصمم للاستخدام العادي. طريقة التطبيق والتركيب بنقوم بتثبيته بلزق الألواح بطريقة الأوفرلاب أو بتسخينها بواسطة البشبوري ولزقها على ألواح الممبرين بالضغط الخفيف مع عمل ركوب للألواح وقيمته من 3 ل5 سنتي. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.